بمزيج من المشاعر المختلطة بالسعادة والإنجاز والإرهاق والتعب، رفع 16 شابا وشابة علم فلسطين ليرفرف فوق أعلى قمة في إفريقيا، وهي قمة جبل كليمانجارو في تنزانيا. في رحلة استمرت 6 أيام لم تخلو من التحديات والظروف الجوية الصعبة، تسلق شباب فلسطينيون قمة الجبل في إطار مغامرة لمجموعة Climb for Palestine أو تسلق من أجل فلسطين، وهي مجموعة تسلق مفتوحة للجميع يهدف مؤسسوها إلى تعريف العالم بالشعب الفلسطيني وثقافته وحضارته ومعاناته المريرة تحت الاحتلال من خلال تسلق أعلى قمم العالم. كل واحد فينا حكى للتاني انه كان نفسه، يعني لما نزلنا انه واحنا طالعين انه يئسنا، وكان نفسنا نحكي خلص نزلونا بدنا نرجع بدناش نطلع، لانه التعب كان كتير 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 يعني كتير كبير وكتير كان كتير بارد. ولتوثيق تلك التجربة الفريدة خاض المخرج الفلسطيني عبد الحفيظ جعوان تلك المغامرة، وسجل من خلال عدسة تليفونه المحمول تفاصيل الرحلة حتى الوصول لأعلى قمة أهورا ليعد أول فيلم وثائقي فلسطيني عربي طويل يصور بشكل كامل بكاميرا الهاتف النقالة، وأطلق عليه اسم الهبوط إلى الجبل. هذا أصعب شيء عملته بحياتي كلياتها، تحدي إصرار لحظة من اللحظات بدك ترجع كله بدك تشوف بذاتك شوف وين ممكن تروح. ويمثل الفيلم ثورة على أكثر من مستوى، فمن حيث عالم التصوير استخدم جعوان أحدث برامج تحرير الفيديو المخصصة للهواتف الذكية، وعلى الجانب الإنساني يمثل رفع العلم الفلسطيني على قمة أعلى جبل في قارة إفريقيا ثورة ضد وحشية الاحتلال والمحاولات اليائسة لمحو الحضارة الفلسطينية العريقة. وإحنا أولاد الحمايل وجينا الرب الحمايل واللي بده يعادينا